السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي. بصراحة الواحد والله ما هوش عارف يقول لكم إيه، بس إحنا بننقل لكم الأخبار أول بأول. طيب، بالنسبة لنتيجة أولى ثانوي، النتيجة فين؟ فين من 1/6 لما خلصنا؟ طيب، قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عبر منصة التعليم، يعني نتيجة كل طالب هتبان على التابلت الخاص به. ده من خلال إيه؟ ده من خلال منصة LMS، يعني هيعمل حساب له في المنصة بتاعة LS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. طيب، بالنسبة للميعاد اللي اتكلمت عليه الوزارة، إعلان النتيجة إمتى يا سيادة الوزير؟ أعلنت الوزارة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، وقالت الوزارة أنه سيتم إعلان النتيجة مطلع الأسبوع القادم، يعني إحنا النهاردة بنقول الخميس، يبقى على كلامهم يعني المفروض إنها تبان السبت أو الحد على التابلت زي ما إحنا قلنا. طيب، المشكلة هنا ان احنا في خلاص في اواخر 6، والمفروض ان شهر 7 بتبقى الامتحانات. فالحاجة اللي هي مش كويسة هنا والصادمة هنا، الطالب على بال ما يعرف النتيجة بتاعته، واذا كان في مادة هيعيدها او حاجة في شهر 7، طيب هل هيلحق يلم نفسه فيها، او هل هيلحق يلم المادة؟ الله أعلم سيادة الوزير يرد على الكلام ده. طيب، النتيجة هيبقى عبارة عن إيه؟ النتيجة هتبقى عبارة عن إن مفيش درجات، لا، النتيجة هتكون عبارة عن تقديرات زي الجامعة كده. مقبول، أقل التقديرات، جيد، جيد جدا، امتياز، أو ضعيف. وهذا يكون أقل من 50% اللي هو يقصد الضعيف. بالنسبة للطالب الذي يحصل على ضعيف، لابد أن يدخل امتحان شهر يوليو اللي هو إحنا نسميه ملحق. طيب، بالنسبة للطلبة اللي ممتحنوش إلكتروني يعملوا إيه؟ زي طلاب المنازل والخدمات ونزلاء السجون والمستشفيات والمدارس اللي هي لم تكتمل البنية بها عشان تبقى مستعدة للامتحانات. عممت وزارة التربية والتعليم منشور على جميع المديريات التعليمية بيوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية رغم إنها خلصت، والانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية مع بعض، إعلان يعني النتيجة في آن واحد. الجدير بالذكر بقى إن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي اللي هو 18/19 خلال الفترة من بدأوا من يوم 19 مايو إلى 1 يونيو. من ساعتها بقى النتيجة فين؟ وأجريت الامتحانات للطلاب إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيا، بالإضافة إلى طلاب المنازل أو الخدمات ونزلاء السجون والمستشفيات. وعممت الوزارة منشورا على جميع المديريات التعليمية يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية، والانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية. إيه الحكمة في كده وإنها تظهر في آن واحد رغم إن التصحيح الورقي خلص من زمان؟ الله أعلم.
ونتمنى لكم التوفيق، وابقوا طمنونا بقى على النتيجة في الكومنتات. نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.